هي انا بضم صوتي صوت حضرتك الاهلي كلعيبه وكمجلس بمن حضر، فعلا بوجه لكم كل تحيه وبشكرك يا دكتور هشام. لا قبل بس ما تقفل معاه دكتور هشام من فضلك يا هشام من فضلك، لان انا فوجئت النهارده سيف اول ما طلع في الحلقه بتاعته بيقول ان مانويل جوزيه انتقد النادي الاهلي، او في تصريحات صدرت منه لاحد البرامج في اليوم السابق للمباراه. اتمنى من المهندس محمود طاهر ومنكم جميعا ان يصدر بيان من مجلس اداره النادي الاهلي ضد هذا الرجل، ويفهموه ان النادي الاهلي هو اللي بيعمل مدربين مش المدربين اللي بتعمل النادي الاهلي، وان الرجل دوت قبل ما يجي النادي الاهلي ليس له تاريخ في الكره، والنادي الاهلي هو اللي عمله، والنادي الاهلي هو اللي خلى ليه اسم، والنادي الاهلي هو اللي بيجيبه دلوقتي. فارجو اذا كان الكلام اللي قاله سيف دوت مظبوط، لازم يكون في وقفة مع هذا الرجل، وقفة مع خالد مرتجي اللي هو بيجيبه على طول، لأن النادي الأهلي أكبر من أي حد، وما ينفعش إن رجل زي دوت عمل ثروة من ورا النادي الأهلي وعمل اسم وتاريخ من ورا النادي الأهلي ينتقد مسؤولين النادي الأهلي أو ينتقد اللاعبين أو ينتقد الجماهير، وهو كان بيتحامى في الجماهير طول ما هو موجود في النادي الأهلي، ولازم يعرف إن النادي الأهلي هو اللي عمله وهو اللي صنعه كمدرب، بدليل ان الانجازات اللي حققها في مصر كانت مع النادي الاهلي، ولما ساب النادي الاهلي وراح المملكه السعوديه فشل، لما راح انجولا فشل، لما راح ايران فشل. فما ينفعش الراجل دوت يهاجم المسؤولين في النادي الاهلي ويهاجم لعيبه النادي الاهلي. صحيح. فمن فضلك لازم يكون في وقفه مع هذا الرجل. والله يا كابتن احمد، كابتن اكرامي، انا هاكد على حضرتك الحقيقه، انا ما عنديش معلومه مؤكده، ولكن كل الاحترام للكابتن سيف طبعا في المعلومه، واكيد معلومته مؤكده، لكن علشان اكون انا صريح مع حضرتك، النادي الاهلي هو صانع النجوم، هو صانع وزراء، هو صانع اسماء كبيره جدا. ما فيش حد بيدي للنادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي بيعمل الاسماء الكبيره دي كلها بالكامل، وان كان الناس دي نجحت داخل النادي الاهلي نتمنى ان احنا نشوف نجاحاتهم خارج النادي الاهلي، ولكن ان كان حد بيهاجم النادي الاهلي احنا نقول له لغايه هنا وشكرا، متشكرين جدا، ولكن خلينا احنا بس الاول نتاكد ونشوف هل هذا الكلام حدث ولا لا، لكن غير مسموح على الاطلاق ايا كان هو مين او اسمه ايه او ادى ايه للنادي الاهلي انه يهاجم النادي الاهلي او انه يقرب من حدود النادي الاهلي مهما كان هو مين. كلام محترم يا دكتور هشام، بنوجه لك كل التحيه وبشكرك شكرا جزيلا وببارك لك، الف مبروك وشكرا جزيلا دكتور هشام العمري عضو مجلس اداره النادي الاهلي. تصريحات مانويل جوزيه هي